السلام عليكم، معكم دانا مساعيد. قدمت بلاغ بس علشان الناس اللي تقول انتي ما قدمتي بلاغ وهذا غير صحيح، وانتي قاعدة تلفقين وتطلعين اشاعات. هل هذا موضوع يستحق ان انا اطلع اشاعات؟ انا حياتي قاعدة تروح قدام عيني. ما حد يختار حياتي، ما حد يقرر يزوجني من ما هو يبي، ما حد يقرر يذبحني في الوقت اللي هو يبي. انتوا حتى الذئاب اللي هم الذئاب اشرف منكم واحم منكم على عيالهم. اتمنى من السلطات الامنيه انه يتصرفوا بشكل سريع قبل لا يفوت الاوان. تذكر شنو سويت فينا أنا وبنتي بالأردن لما انبهدلتنا؟ وحماية الأسرة عندكم تشهد، والقاضي يشهد، والمحامي اللي ساومني على 100,000 كويتي. هذا التقرير الطبي، شوفوا هذه الورقة، شوفوا التاريخ، تعهد بعدم الضرب. هاي بلاغ قدمته اللي يوقن في تاريخ 8/9.